أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أكثر الناس عندنا في حينا من جماعة التبليغ أو من الأشاعرة، السؤال: هل أترك هذا الحي أو أهجره أو أجلس معهم بحيث أعاملهم معاملة حسنة، أو أعاملهم بأسلوب طيب ثم أدعوهم وأنصحهم، فماذا تفتون؟ إذا كنت ترجو أن تؤثر عليهم وأن تتسبب في هدايتهم وتركهم هذه البدع وهذا المنهج، فهذا عمل طيب، تبقى معهم وتجالسهم وتشرح لهم طريق الصواب ولك الأجر في ذلك. أما إذا كانوا لا يقبلون أو أنت ما عندك استطاعة إنك تبين لهم وتجادلهم، فلا تجلس معهم، لا تجلس معهم، لا تذهب معهم، اعتزلهم. نعم.